اليوم بمدينة جنيف السويسرية مائدة مستديرة حول موضوع النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تشارك فيه بعثة مغربية يقودها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وحسب بلاغ للخارجية فإن المشاركة تتم استجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة هورست كولير الموجهة إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهات البوليساريو. وحول المائدة المستديرة لموضوع الصحراء المغربية بحضور وفد جزائري نتابع توضيحات الدكتور عبد الفتاح البلعمشي مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازنة وحوار الحضارات أدلى بها من الرباط لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. الجديد فيما يتعلق بهذه المباحثات هو الحضور الجزائري الذي يمكن أن نصفه بأنه حضور وازن، لكن هذا الحضور الذاتي لابد وأن يعطي نتائج فيما يتعلق بتحمل المسؤولية الكاملة بالنسبة للحكومة الجزائرية فيما تقوم به على الأرض في توظيف دبلوماسيتها وتوظيف توجهات سياستها الخارجية نحو دعم الطرح النقي لطرحنا الوطني فيما يتعلق بملف الصحراء. إذن هذه المباحثات نعتقد بأن الآفاق التي يمكن أن تمنحها للدفع قدما بملف الصحراء نحو نوع من نتائج إيجابية هو أن يتغير الموقف الجزائري فيما يتعلق بالأسلوب على الأقل الذي تتعامل به مع هذا الملف، بالخصوص أن المغرب ما فتئ يلح ويصر على أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها في هذا الموضوع باعتبارها طرفا وليس باعتبارها فقط حاضنا عن بعد لكل ما تقوم به البوليساريو بخصوص تفاعلها الدولي حول تدبير الملف بالخصوص في الأمم المتحدة وفي البعد الإفريقي. التدبير الجديد الذي أصبح يعطي أهمية معينة في المنطق وفي عقل الأمم المتحدة في تدبير هذا الملف.